ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أن العبد ينبغي به أن يتدبر في معاني الآيات القرآنية التي يتلوها الإمام، وأن يتفكر فيها، وأن يحرص كل الحرص على إبعاد المشغلات عن قلبه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك علينا أن نحاول تدبر القرآن وتفهم معانيه، ومن الأمور التي قد تعين الناس على ذلك أن يقرأوا ما سيقرأه الإمام، فلاحظ ما سيقرأه الإمام في صلاة التراويح أو القيام، فاقرأه في ذلك اليوم مرة ومرتين، وحاول أن تستجمع ذهنك فيه. وكذلك لو قرأ الإنسان شيئا من التفاسير التي تمكن العبد من فهم القرآن فإن هذا من الأمور المرغب فيها. إن للصيام وقراءة القرآن ارتباطا عظيما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام وقراءة القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة.